بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل انبوكسنج لموبايل شاومي نوت 9 برو، ريدمي نوت 9 برو. هنفتح مع بعض العلبة زي ما انتم شايفين، ديت العلبة بتاعة الهاتف الجديد ان شاء الله النهاردة، الريدمي نوت 9 برو. دوت السيريال من الجنب على العلبة بتاعة الهاتف، وهنبدأ ان شاء الله نفتح الموبايل مع بعض زي ما انتم شايفين. واحدة واحدة كده نفتح العلبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الموبايل دوت مواصفاته كويسة جدا جدا، 6 جيجا رام داخلي، عندنا 5020 ملي امبير البطارية، وسعره محترم جدا، ده الضمان بتاعه زي ما انتم شايفين. هنتعرف مع بعض على مكونات العلبة. دوت اول حاجة معانا في ايدينا دوت الجراب، بيجي مع الموبايل جراب شفاف، جراب شفاف زي ما انتم شايفينه، ابيض شفاف، وفي فتحة من الجنب لان طبعا البصمة بتاعت الهاتف من الجنب. الموبايل شكله جميل وخطير، الريدمي 9 برو، والالوان بتاعته جذابة والوانه محترمة جدا جدا. هاتف محترم من شركة شاومي زي ما انتم شايفين، الهاتف الوانه رائعة. الهاتف بس تقيل شوية، تقيل شوية في الايد لان هو الوزن بتاعه حوالي 209 جرام. ودوت الشاحن بتاع الهاتف، شحن طبعا سريع، قلنا البطارية بتاعت الهاتف 5020 ملي امبير. البطارية دي ممكن تقعدك يومين، اما لو انت طالع عليها متواصل طوال 10 ايام. وده الدبوس بتاع الهاتف. هنفتح الهاتف مع بعض. نظام التشغيل زي ما انتم شايفين في الهاتف هو واجهة المستخدم 111 ونظام اندرويد 10. واجهة المستخدم 111 واندرويد 10، ودي السماعة اللي جاية هدية مع الهاتف. قلنا وزن العدة 209 جرام. المادة بتاعت الصنع من البلاستيك والزجاج، يعني انتم لاحظين في الخلف كده كان موجود الزجاج، الزجاج تحت من اسفل بلاستيك، والزجاج عاكس طبعا للضوء. وديت الكاميرا الخلفية، الكاميرا الخلفية طبعا موجود 4 كاميرات خلفية. وديت الكاميرا الأمامية السيلفي في قلب الهاتف نفسه، في قلب الشاشة معمول لها صوت بكده في الشاشة. هنبدأ نشيل اللزق اللي على الشاشة دوت عشان نبدأ نحطها في الجراب مع بعض. واحنا بنعمل الخطوة ديت نتعرف على بعض الخصائص بتاعت الهاتف سريعا كده مع بعض. احنا قلنا الهاتف اسمه ريدمي نوت 9 برو، نزل السوق يعتبر في شهر مايو 2020، لكن عندنا في مصر لسه نازل. ونظام التشغيل بتاعه اندرويد 10، واجهة المستخدم بتاعه 111، وقلنا وزن العدة حوالي 209 جرام، ومادة الصنع بلاستيك والزجاج. الهاتف دوت فيه شريحتين، الشريحة بتكون نانو اللي هي الشريحة الصغيرة، وممكن تركب كارت ميموري حتى 256. المعالج بتاعه سوموني النواة سناب دراجون 720 جي، معالج الرسوم 616 ادرينو. هاتف محترم جدا. الذاكرة الداخلية بتاعته في منه 64 وفي منه 128، والرامات بتاعته 6 جيجا رام. قلنا الذاكرة الداخلية ممكن نزود 256. زي ما انتم شايفين الكاميرا بارزه سنه، وديت هيغطوها بالموضوع بتاع الجراب. حجم الشاشه بتاعته 6.67 بوصه. دقه الشاشه 1080 في 2400. اما ابعاد الشاشه 20.9. طبعا الشاشه جايه بحمايه اللي هي جورنين جوريلا الجيل الخامس. هاتف الصراحه رائع جدا جدا زي ما انتم شايفين كده، الوان الهاتف رائعه وجذابه جدا جدا. والكاميرات الخلفيه دول 4 كاميرات، الكاميرا الاولى اللي هي الرئيسيه 64 ميجا بكسل، والكاميرا الثانيه 8 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثه 5 ميجا بكسل، والكاميرا الرابعه 2 ميجا بكسل. هاتف بصوا زي ما انتم شايفين البصمه سريعه معانا ازاي، البصمه سريعه جدا. والكاميرا دي كاميرا السيلفي اللي في الامام، تقدر تصور بيها سيلفي، معمولة في قلب الشاشة نفسها. ونوع البطارية الليثيوم اللي هي قلنا 5020 ملي امبير. الشبكة طبعا بتدعم الـ 4G،
الشبكة البصمة، بصوا البصمة سريعة جدا، البصمة بتاعته سريعة طبعا، بس لسه محدش خد على مكان البصمة. البصمة بتاعته جانبية في الجنب، والهاتف دوت فيه هيتو سبوت، وقلنا الشبكة الفور جي، وفيه بلوتوث وواي فاي والان اف اس ويو اس بي بتاعه التايب سي، ويدعم الاوتو جي، وفيه اللي هو الانفراريد اللي هو الريموت تقدر تحول منه، وفيه راديو، وفيه حاجات كتير جدا. الصراحة الموبايل دوت جميل جدا جدا، وفي منه اللون الاخضر والابيض والرصاصي. السعر بتاعه 3888، دي النسخة ال 64، وفي السعر اللي هو 4300 جنيه، دي للنسخة ال 128. والالوان بتاعته جذابة، ده اللون الاخضر، وفي منه ابيض وفي رصاصي. بصراحة الهاتف محترم جدا جدا، زي ما شاومي معودانا بتنزل هواتف محترمة. هاتف بصراحة جبار. الخلفية زي ما انتم شايفين زجاجية، جاية بلونين، لون غامق وفاتح في اللون الاخضر. البصمة بتاعته سريعة. النظام قلنا الكاميرا في نص الهاتف زي ما انتم شايفين، في نص الشاشة من فوق، في صب في الشاشة الكاميرا بتاعته. طبعا لو انت اشتريت الهاتف دوت، او انت كان معاك هاتف شاومي، ما تنساش تخش على قناة فارس البرمجيات، فيها شروحات كتير جدا تخص هواتف شاومي. بعد كده ممكن تقابلك مشكلة الاعلانات عايز تلغيها، لو انت عايز في مشكلة في الشبكة. عامة خش على قناة فارس البرمجيات، هتلاقي قائمة تشغيل خاصة بجميع هواتف شاومي. القائمة دي اكيد هتساعدك وتعرفك حاجات كتير. لو انت شاري هاتف جديد ومش عارف تستخدم الهاتف ازاي، برضك هتلاقي حاجات كتير باذن الله. هنشرح ازاي تغير النغمه، ازاي تغير الخلفيه، الحاجات اللي هي البدائيه اللي بالنسبه للناس اللي ما اتعاملتش مع شاومي قبل كده. باذن الله هنشرح كل الكلام دوت على قناه فارس البرمجيات. لكن من وجهه نظر الهاتف دوت محترم جدا جدا. لو عجبك الفيديو ما تنساش اول ما تخرج من الفيديو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتشترك في القناه، وتفعل الجرس، وتختار الكل حتى يصل كل نشراتنا الجديده.